بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الزهراء عبد الرحيم، المجتمع المدني. الحالة اللي كنعيشو فيها كل سائل اشتيال، اللهم لك الحمد لله ما طاب على الرحمة ديال الله، ولإني احنا مكرشين بزاف، كنحمل مسؤولية رئيس جماعة موراي أصلا، كنتقلش على العادل على عقل المدينة. كنوجه الرسالة للسيد عامل على مدينة الجديدة باش يزورنا هذو ولاد سعد، يشوفوا الحالة اللي كنعيشوا فيها. احنا ديما كنستافدوا، وكنوجه الرسالة ديالي إلى سيد الباشا وسيد القائد حيادة مولاي عبد الله باش يزورونا ويشوفوا الحالة اللي كنعيشوا فيها. الطريق اللي عامين دابا، عامين هما كيكذبوا علينا، رئيس جماعة مولاي عبد الله وعود كاذبة، غنصاوب من انتخابات. هالشتا عطانا الله عبد الرحمن، اللهم لك الحمد، هالعيب بات، احنا كنعيشوا في كارثة.